السلام عليكم، معكم سناء في وصفة جديدة، خبز الدار. عندي هنايا 500 غرام فرينة، زوج مغارف زيت، شوية ملح، نزيدو زوج مغارف خميرة كسرة، زيدوا مغرف كبيرة سكر، نخلطوا المكونات، ونلمو العجينة تاعنا بالماء دافي. بعد ما نلمو العجينة تاعنا بالماء دافي كيما راكم تشاهدوا، نزيدو نجروها بالماء نشمخ يدي وندلك حتى نتحصل على عجينة جارية. وندير بونية، نجريها غاية باش نتحصل على كسرة إيبونج. وبعد ما نجري العجينة تاعي نخليها تخمر. هذه هي بعد ما خمرت، ما بعد نحكم العجينة تاعي ونقسمها على زوج ونحطها في بلاطة كوشة تاعي مدهن بشوية زيت، ونهود العجينة تاعي شوية بيدي كما راكم تشوفوا. ونسقلها بيدي، بعد ما تسقدي العجينة تاعك بيديك ديري لها جون دوف، الكوشة ديجا راهي حامية، شعلتها 180 دوغري. دخلت العجينة تاعي الطيب الكوشة، وهذه هي بعد ما خرجتها كيما راكم تشوفوا الكسرة راهي هشة وطرية ايبونج. نقسم لكم وحدة وتشوفوها من الداخل. ان شاء الله هذه الوصفه تنال اعجابكم، كسره تاع الدار.
هشة وبنينة ايبونج من داخل، بقى لي غير نكون باي باي.